دشنت قيادة الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العام تدريب والقتال الجديد لمنتسبيها من أجل استعادة وتحرير ما تبقى من تراب الوطن من قبضة الميليشيا الانقلابية الإمامية. مزيدا من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رفيق السامي. تأكيدا منها على أهمية الأدوار البطولية التي يتحلى بها منتسب الجيش الوطني في مختلف ميادين الشرف والبطولة، وهم يرسمون بإخلاصهم وثباتهم وعزيمتهم ملامح اليمن الاتحادي الجديد. دشنت اليوم قيادة الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العام التدريبي والقتالي الجديد لمنتسبيها في قيادة الشرطة العسكرية. تدشين العام الجديد 2020 تكون القوات المسلحة والجيش الوطني على أتم الاستعداد وعلى أتم الجاهزية القتالية والمعنوية والتدريب المعنوي، وإن شاء الله يكون العام هذا عام الحسم. إن شاء الله بإذن الله ستندحر الميليشيات الانقلابية، ونحن نقول على أن الجيش الوطني في أتم الاستعداد وفي أتم الجاهزية ويتمتع بالمعنوية العالية، وإن شاء الله كما قلت يكون هذا العام عام الحسم للجيش الوطني، وستندحر إن شاء الله الميليشيات الانقلابية في القريب العاجل. في فعالية تدشين برنامج العام القتالي الجديد قدم منتسب الشرطة العسكرية عرضا عسكريا مهيبا عكس مدى أهمية التدريب والتأهيل القتالي الذي يتلقونه في ميدان الرجولة والفداء على أيدي المدربين ذوي الكفاءات والقدرات العالية التي يتمتعون بها. أما بالنسبة لأهمية التدريب، فأي جيش لا يوجد فيه تدريب يعتبر ميليشيات كما يسمهم كميليشيات الحوثي، لكن الجيش المدرب المحترف هو يؤدي واجبه بمهنية عالية، عارف ما هي مهامه وكل وحدة لها مهام. والشرطة العسكرية كما يعلم الجميع أنها المكلفة بضبط الجيش، وهي وحدة انضباطية، وفي معظم دول العالم يسموها الانضباط العسكري. خلال تدشين العام التدريبي والقتالي الجديد لمنتسب الشرطة العسكرية طاف أركان حرب قوات الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن سيف الزعزعي، ومعه مدير عام دائرة العمليات الحربية العميد الركن أحمد العابسي، بأقسام وتخصصات الشرطة العسكرية التي تقوم بعملية تأهيل وتدريب المقاتلين على مختلف أنواع الأسلحة والتخصصات العلمية المختلفة في الجانب العسكري. عاما تدريبيا وتأهيليا تقوم به قيادة الشرطة العسكرية لمنتسبيها من أجل استكمال وتحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال خاضعة لإجرام ووطأة الميليشيا الانقلابية الكهنوتية. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب.